معكم مرضوان صاحب شركة كراء السيارات في مدينة سلا، بالضبط في حي رحمة. كما كيعرف الجميع، مع جائحة فيروس كورونا في شهر 3 لو كان زاد 3، توقف الاقتصاد ديال البلاد وتوقفنا منهم حنا من ضمن القطاع اللي كنتمي له ديال الأرباب شركة كراء السيارات في المغرب. عندنا مشاكل كبيرة في هذا القطاع، هذا عانيناها ومازال كنعانيو منها. عندنا خسائر مادية كبيرة بزاف، اللي هي كبيرة كبيرة بزاف، منهم التوقف في القطاع ديالنا، ما بقاش داك الاقتصاد ديال السياحه، ما بقاش حتى السياحه الداخليه، ما بقاتش الطوموبيلات ديالنا كاملين وقفوا. عندنا مشاكل في الباك ديالنا اللي هو واقف، منهم الباتريات، منهم الفيدونج، منهم الطوموبيلات ما بقينا فين نديروهمش، مش كضرب فيهم النهار كامل. عندنا مشكل مع لي بنك، باقي ما وقفوش لنا دوك القطاعات اللي حنا ملتزمين معاهم، باقي كيتقطعوا عاديين. كاين مشاكل ديال التامين، ديال لاسيرونس ديال التامين، حتى هما ما توقفوش. درنا دوموند ريكيبيراسيون ديال واحد سيموا ديال لي طريط على اساس يتوقفوا، ما توقفوش لنا، ما جاوبوناش، دفعنا الدوموند، باقي الجواب منهم ما جاش دابا تقريبا واحد 3 مو، ما جاوبوناش كاع. وكاين مشاكل كبيره، وكاين بعض الاخوان مساكن اللي كاع تعرضوا للمشاكل اللي هي كبيره كاع شخصيه في حياتهم. مثلا السيد المسكين اللي انتحر في مراكش، والسيد اللي انتحر مسكين في مدينه كازا. وكاين مشاكل كبيره، بغض النظر دابا على البنوك، حنا كان عندنا واحد اليقين في البنوك حتى يكونوا معنا في هذه الجائحه ديال الفيروس كورونا، يكونوا زعما في الضم ديالنا، مادام حنا معاهم العام كامل، ومادام حنا ديما معاهم ديما، ماشي اول مره كناخذوا عندهم كاش وعندهم طوموبيلات. وبالنسبه لهذا القطاع ديال كراء السيارات، راه اقتصاد تقريبا واحد 50% ديال البلاد، راه كاينه تقريبا واحد 1500 وكاله كراء السيارات في المغرب كامل اللي كاينه. كانت واحد الجلسه ديال مع الجهات اللي كتمثلنا حنا، الناس ديال كازا، الناس ديال الرباط، وجميع الجهات. كانت جلسه مع رئيس الحكومه شخصيا على اساس دفعوا المطالب ديالنا. وبالنسبه لهذا القطاع ديالنا حنا، باقي ما تعوضش، وما عمر شي جهه مختصه او شي جهه معنيه تواصلت مع الجهات اللي كيمثلونا حنايا، يعني ما تعوضنا حنا بتا حاجه في هذا كوفيد 19. من الفتره وما كاع اللي جلسنا فيها، ما تعوضنا بالنسبه للقطاع ديالنا حنا، ما تعوضش بتاتا، حيت عوض ما تعوضش. وبالنسبه للمطالب ديالنا راه واضحه، حنا كنطالبوا بحاجه وحده، حنا ما كنطالبوش نتعوضوا من الصندوق ديال كوفيد 19، حنا كنطالبوا غير البنوك يحسوا بينا، البنوك يحسوا بهذا القطاع هذا، كما حنا معكم العام كامل، ومعكم سنين واعوام، حنا معكم كنشريو من عندكم، كناخذوا من عندكم لي كريدي. كما كيعرف الجميع، هذا القطاع ديالنا راه كيساهم بزاف بواحد 40% في الاقتصاد ديال البلاد، من المبيعات ديال السيارات في المغرب، في اي مصنع، في اي شركه كنشريو الحمد لله. وكاين شباب، يعني هذا القطاع ديال كراء السيارات راه جل الشباب هما اللي دايرينه، يعني الناس ديال البلاد، يعني كما كنقولوا بان نزول البلاد ديالنا. وكل شركه راه عندها لي شارج ديالها، راه مخير في الشركه كتلقى مخدم مع خمسه ديال الناس، سته ديال الناس، عنده التزامات. كاينين الناس اللي ورانا حتى هما عايشين معنا، الناس ديال الفيدونج، الناس ديال لافيزيت تكنيك، الناس ديال لافينيت ديال الضريبه، باش نخلصوا الضريبه ديالنا ديال الشركه وديال الطوموبيلات. بحال دابا هاد العام هذا خلصنا لافيزيت تكنيك ما خدمناش فيها 4 شهور، خلصنا لافينيت ما خدمناش فيها 4 شهور، لاسيرونس 4 شهور حتى هو ما خدمناش فيه، ما استعملناش وما توقفش وما غاديش يوقفوا لك. وبغض النظر اللي الابناك ما كانوش معنا، كانوا ضدنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.